vous avez été souvent déçu, trompé, trahi même. Vous savez, comment expliquez-vous de ces trahisons? Vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi qu'il serait prétentieux de décrire ce qui peut se passer dans l'esprit d'autres personnes. D'autant qu'il y a certains noms dont je préfère ne pas parler. L'amitié est une chose nécessaire. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Je préfère que... Je ne dis pas que ce soit du masochisme, mais je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. كي تعتبر الملك الحسن الثاني الله يرحمه من بين أكثر الملوك ديال الدولة العلوية اللي تعرضوا للمحاولات الانقلابية، وهذا الشيء كيرجع لعدة أسباب ومن بينها الأوضاع المزرية اللي كان كيمر منها العالم العربي آنذاك. وكانت عدوى الانقلاب كتجتاح الدول وكتحصد الممالك واحدة تلو الأخرى، ومن بين أشهر المحاولات الانقلابية اللي تعرض لها الملك الحسن الثاني واللي نجا منها بأحجوبة هي محاولة انقلاب صخيرات، المحاولة الانقلابية اللي دبروها ليه جنرالات كبار في الدولة واللي كان الهدف ديالها الإطاحة بالمملكة المغربية والقضاء على النظام الملكي في المغرب بصفة نهائية، واللي القصة ديالها معروفة عندنا جميع. واليوم أصدقائي غادي نشارك معاكم القصة الحقيقية ديال هذه المحاولة الانقلابية من الجانبين، الجانب ديال الشر والخونة اللي هجموا على الملك وبغاو يقتلوه، ومن الجانب ديال الأوفياء والمدافعين على الملك اللي نقدوه. بل وغادي نشارك معكم قصة البطل ديال هذه المحاولة الانقلابية اللي انقذ الحياة ديال الملك من الموت المحتوم، الكولونيل كنوش محوش، المواطن المغربي الوحيد اللي عنق الملك الحسن الثاني وهو يذرف الدموع. فشكون هو الكولونيل كنوش محوش؟ وشنو هي القصة ديالو؟ وشنو هي التفاصيل ديال انقاذ الملك؟ وكيفاش تم هذا الشيء؟ وكيفاش حتى انقذ الحياة ديال الملك وسط وابل من الرصاص والهجمات العنيفة؟ اليوم أصدقائي غادي نغوصوا في تفاصيل هذه المحاولة الانقلابية وغادي نعرفوا الحقيقة الكاملة ديالها، وكذلك الحقيقة ديال الكولونيل كنوش محوش، واش بالصح هو منقذ الملك؟ فإذا بغيتوا تعرفوا الجواب على هذه الأسئلة هذه أصدقائي، ما عليكم غير تشدوا شي بلاصة اللي فيها السكات والكلب وتتبعوا معايا حتى الآخر. أيضا إذا عجبكم المحتوى اللي كنقدم فما تنسوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسوش انكم تكتبوا لي تعليق محفز اسفل الحلقه حيت هادشي كيعاونني بزاف على الاستمرار. واذا كانت هذه هي اول مره كتشوفوني فيها وعجبكم المحتوى اللي كنقدم فمرحبا بكم عندنا. فقط اللي عليكم انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا معكم داك الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتوكلوا على بركه الله. قبل ما نهضروا على التفاصيل ديال محاولة انقلاب صخيرات، خلونا نهضروا شوية على الكولونيل كنوش محوش ونعرفوا شكون هو. تزاد كنوش محوش نهار 2 يوليوز عام 1948 بالضبط في منطقة أكنون، وهي منطقة ريفية تابعة لإقليم تازة. وبالمناسبة هذه المنطقة هذه هي نفس المنطقة اللي تزادوا فيها المدبرين ديال محاولة انقلاب صخيرات، الجنرال المذبوح والكولونيل محمد عبابو. لكن بالرغم من اشتراكهم في نفس النسب بحكم انهم كاملين كينتميو للريف، الا انهم ما كيشتركوش في نفس الافكار والاهداف، بحيث الاول كان هو المنقذ ديال الملك والاخرين كانوا هم المدبرين ديال هذا الانقلاب هذا، وهم اللي هجموا على الملك وبغاو يصفيوه عليه. الاسم الحقيقي ديال كنوش محوش هو علي كنوش، وكيقول ان السبب الحقيقي في تغيير الاسم ديالو هو خطأ إداري ارتكبه واحد الجزائري كان خدام في مكتب الحالة المدنية أيام الاستعمار الفرنسي. وبحكم أن الأب ديالو كان عسكري وتابع الجيش القوم واللي شارك في عدة حروب مع الفرنسيين بحال حرب الألمان وإيطاليا والفيتنام، فما كانش عنده الوقت في نصحح الخطأ ديال الاسم ديال ولده. وفاش كبر كنوش صافي ما بغاش يغير على الاسم هذا، خصوصا من بعد ما قالت له الأم ديالو أن الاسم ديال محوش حتى هو مزيان وأنه كيعني محمد عند بعض القبائل الأمازيغية. فغادي يبقى كنوش محوش كيتنقل بين المدارس ديال الخميسات، إنزقان، أكادير، الرباط، اللي غادي يكمل فيها الدراسة الثانوية ديالو
ويحصل على شهادة البكالوريا. هنا كان قدامه ثلاثة ديال الاختيارات، يا إما ينضم لمدرسة المعلمين بقنيطرة، أو لا ينضم لمدرسة الممرضين اللي حتى هي بقنيطرة، ولا ينضم للمدرسة العسكرية هرمومو واللي الولوج ديالها آنذاك ما كانش صعيب أبدا، وكان كيتطلب فقط الشهادة ديال الإعدادي. وحيت كنوش محوش كانت عنده البكالوريا، فكان كيفكر يا إما في التعليم أو التمريض. والأم دياله بدورها كانت كتوافقوا في هذا الرأي هذا، ومنعات عليه أنه يمشي للعسكر. لكن الأب دياله واللي كان حصل على التقاعد آنذاك واللي كان العسكر كيجري ليه في الدم، كان حريص أشد الحرص على أن ولده حتى هو يتابع هذا المجال هذا، وأنه يختار الاختيار الثالث وينضم لمدرسة أهرمومو العسكرية الملكية. فكنوش وباش يرضي الطرفين، الأم دياله والأب دياله في نفس الوقت، قرر أنه يدير قرعة وهي اللي تختار له الطريق. فغادي يجيب ثلاثة ديال الأوراق وكل وحدة غادي يكتب فيها واحد الاختيار، وغادي يعطي لولد جيرانه هو اللي يسحب. ومن بعد السحب ما غادي يجي الاختيار غير على مدرسة أهرمومو العسكرية. وبهالطريقة هذه غادي يلتحق كنوش محوش بالمدرسة العسكرية أهرمومو سنة 1967، وهنا بالضبط غتبدأ الحكاية ديالنا. ففي شتنبر من نفس العام اللي هو عام 1967، غادي ينتقل كنوش محوش للمدينة ديال صفرو باش يجوز الامتحان ديال القبول، ومن بين 4000 شخص غادي يجي في المرتبة 13 ما بيناتهم. في الفترة اللي دخل فيها كنوش محوش المدرسة ديال أهرمومو، كان الكولونيل محمد عبابو مازال مولاش هو المدير ديال المدرسة، وإنما في ذاك الوقت كان مجرد كابيتان، والمدير كان هو الجنرال البوزيدي. من بعد 3 سنين اللي قضاها كنوش محوش في المدرسة ديال أهرمومو كتلميذ، غادي يكون من الأوائل اللي تخرجوا من المدرسة سنة 1970، فغادي يولي واحد من الأساسيد المكونين في المدرسة. في هذه الفترة هذه غادي يكون الكولونيل محمد عبابو ترقى المنصب مدير مدرسة أهرمومو. وعلى حسب التصريحات ديال كنوش، عبابو كان واحد الشخص اللي صعيب بزاف، وحتى شي واحد ما كيقدر انه يكمل فيه الشوفة فاش كيكون كيهضر، لا التلاميذ ولا الأساتذة والضباط. كيف ما هو معروف، عبابو فاش ولا هو المدير ديال مدرسة أهرمومو غادي يتفق مع الجنرال المذبوح اللي كان كيشغل آنذاك مدير القصور الملكية باش انهم يقودوا انقلاب عسكري على الملك الحسن الثاني. الانقلاب اللي شحال هما كيخططوا ليه وشحال من مرة وهما كيأجلوا فيه، لكن هاد المرة وحيت عبابو ولا هو المدير ديال المدرسة والسلطة والنفوذ كاملة تحت يديه، قرروا انهم ينفذوه. وغادي يختاروا النهار اللي غادي يكون فيه الملك الحسن الثاني كيحتفل فيه بعيد ميلاده 42 بقصره بصخيرات، واللي هو نهار 10 يوليو 1971. كيقول كنوش محوش في التصريحات ديالو لجريدة الأيام أنهم هم التلاميذ والأساتذة الموجودين داخل مدرسة أهرمومو ما كانوا عارفين والو على هذا الانقلاب هذا وما فخبرهمش بالخطة، لكنهم في ديك 3 شهور الأخرى قبل تنفيذ العملية لاحظوا أن التدريبات ديالهم داخل المدرسة ولات مكثفة وقاسية للغاية، بحيث ولاو كيتدربوا بالليل بالنهار وكأنهم كيوجدوا لشي حرب. فهنا غادي تدور في الراس ديال كنوش بزاف ديال الأسئلة واللي غادي تبقى غامضة بالنسبة ليه وما غيعرفش الجواب عليها، خصوصا من بعد ما شاف ذاك الكم الكبير ديال الأسلحة اللي ولات كتدخل للثكنة العسكرية. وكيقول أنهم كان عندهم واحد المسبح فارغ وسط المدرسة واللي المساحة ديالو كتفوت 100 متر مربع واللي غادي يتم ملؤه بالأسلحة عن آخره. هنا غادي تيقن كنوش أن شي حاجة ما هياش غادي تقع. وفاش جاء اليوم المعلوم 10 يوليو 1971، غادي يتم تحميل التلاميذ والأساتذة والضباط عبر الشاحنات في اتجاه القصر الملكي بالصخيرات. وعلى حسب موهمهم به فكاين واحد الخلية مراكشية باغا تهجم على الملك الحسن الثاني في قصره بصخيرات، وهما الدور ديالهم انهم يمشيو ينقذوا الحياة ديال الملك من الموت. وبالفعل غادي يوصلوا الجنود للصخيرات وغادي يدخلوا للقصر ديال الصخيرات فين كاين الملك والحاشية ديالو والضيوف ديالو كيحتفلوا بعيد ميلاده. وكيقول السرجان كنوش فاش دخلت للقصر بقيت تالف وما عارفش شنو كاين وشنو خصني ندير. شوية كان سمع صوت واحد من القادة ديالنا كيأمرنا باش نطلقوا رصاص، وكيقول طلقوا النار واستهدفوا اي واحد بالزي العسكري جاي في اتجاهكم، دركي بوليسي عسكري مهما كان النوع ديالو. وبالفعل بدا الرصاص كيتطلق
وبدأوا الأرواح كيسقطوا بالعشرات. لكن كنوش محوش هنا غادي يتفاجأ من الصلابة والقوة الرهيبة اللي ولات عند التلاميذ ديال مدرسة أهر مومو. وكيقول بديت كنشوف تلاميذ اللي باقيين غير تلاميذ كينقزوا أسوار اللي كيفوت العلو ديالها 4 متر وكيجريوا بسرعة خيالية وكأنهم فهود. هنا كيرد سنتالور وكيتذكر وجبة الفطور الأخيرة اللي كلوها الجنود قبل ما يغادروا مدرسة أهر مومو، وكيتيقن أن ذاك الفطور أبدا ما كانش عادي وكان فيه شي مخدر أو شي منشط هي اللي خلت الجنود يكتسبوا هذه القوة الرهيبة، خصوصا في مشروب القهوة اللي كانوا الجنود مدمنين عليه وكيشربوه بشراهة، وهو اللي أعطاهم هذه الطاقة الرهيبة وهذا الريتم العالي. وأضاف أنه في ذاك الصباح ما شربش القهوة ديالو، على ذاك الشيء ما كانتش عنده نفس القدرة التحملية اللي كانت عند البقية. هنا تأكد أن القهوة بالذات هي اللي كان فيها شي حاجة، حيت الأغلبية ديال التلاميذ والجنود المهاجمين على القصر الملكي كينحاضروا من وسط بدوي ومعمرهم شافوا القصورة والمكونات ديال القصورة وذاك الخير والموائد اللي كانت محطوطة، فغادي توقع فوضى عارمة وسط قصر الصخيرات. وكيقول كنوش محوش أنه في هذه اللحظة هذه العملية تحولت من عملية انقلابية لعملية النهب والسرقة. وكيقول أنه من بعد هذه المحاولة الفاشلة هذه الملك الحسن الثاني حكى له شخصيا أنه شاف بأم عينيه جنود وضباط كينهبوا وكيسرقوا الكيسان والطباصل والساعات الثمينة والبزاطم ديال الحضور، لدرجة أن حتى المولى عبد الحفيظ اللي كان مع الملك أنذاك سرق ليه البسطام ديالو. المهم غادي يترون تماما، وهذا من الأسباب الرئيسية اللي خلات هذا الانقلاب هذا يفشل، حيت الجنود دخلين القصر بدون هدف وبدون خطة وما عارفينش شنو لازم يديروا، وفشافوا داك الكمية ديال الثراء والرفاهية طمعوا في كل شيء وبداوا غير كيجمعوا حتى من الكيسان والمعالق طمعوا فيهم. كنوش محوش avec à la fin. Voilà. Bon, sa majesté s'était présenté, c'est venu les mains en l'air. Oui, hein? Moi je me suis précipité vers lui. J'ai exécuté un présentéar. Je me suis dirigé vers sa majesté, je lui ai baisé les mains puis les pieds. Je lui ai expliqué le cas, je lui ai expliqué que nous on nous a trompés. On nous a dit de venir défendre sa majesté, mais puisque nous avons appris par la suite que nous sommes contre sa majesté, je suis venu vers sa majesté, je lui ai expliqué le cas. Je lui ai dit que nous sommes là pour vous, les balles qui pourront vous atteindre, nous pourrons les arrêter et que sa majesté le roi vive pour le Maroc. كنوش محوش في هاد اللحظة هادي كان تالف وغير كيشوف وما عارفش شنو لازم يدير، فبدا كيتجول في غرف القصر واحدة تلو الأخرى وسلاحه بين يديه، على الله يلقى شي حد يفسر ليه شنو طاري بالضبط، فغادي يسمع صوت مجموعة ديال الناس قادم من إحدى الغرف وهما كيطلبوا اللطيف، وإذا به غادي يقتحم هاد الغرفة هادي وغيرفع المسدس ديالو في وجههم، وغادي يطلب منهم يعرفوا براسهم ويشرحوا له شنو كاين ولا غادي يتيري فيهم. كيقول أن هاد الأشخاص هادو كان باين عليهم الرعب والخوف والذهول، وزادت هاد المشاعر هاد أكثر فاش صوب سلاح ديالو لجهتهم، فإذا بواحد منهم غادي يتقدم ليه ويهضر معاه. هنا كنوش محوش غادي يسمع واحد الصوت اللي ماشي غريب عليه، صوت اللي كيسمعو غير في التلفازة وفي الراديو، الصوت اللي بمجرد ما اخترق ودنيه واستوعبو مزيان غادي يبدا يرتاجف ويقفقف لدرجة أن السلاح اللي في يده ما بقاش قادر أنه يحمله. كان هذا الصوت هذا هو الصوت ديال الملك الحسن الثاني الله يرحمه، اللي غادي يقول ليه برد ولدي، أنا اللي كنهضر معك دابا جلالة الملك الحسن الثاني والقائد الأعلى ديال القوات المسلحة الملكية. كنوش من بعد ما تعرف على الملك غادي ينزل سلاحه على الفور وغادي يقدم التحية العسكرية ويقوم بتقبيل اليد ديال الملك. أما عن الأشخاص اللي كانوا رفقة الملك في هذه اللحظة فهم مولاي أحمد العلوي، الجنرال محمد أفقير، الوزير الأول ديال الدولة أحمد العراقي، الجنرال دليمي والطيار ديال الملك ومجموعة ديال الأشخاص الآخرين. الملك الحسن الثاني هنا غادي يشرح للكولونيل كنوش محوش اللي كان سرجان آنذاك كل شيء، وغادي يقول ليه أنهم جاو باش ينقلبوا على الملك وماشي باش يحميوه، وغادي يطلب منه أنه يعيط لشي 3 ولا 4 ديال صحابه اللي كيتيق فيهم واللي غادي يجيو على الفور حتى هما ويلقيو التحية ويقبلوا اليد ديال الملك، واللي غادي يكلفهم بمهمة حماية جلالة الملك
القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وأنهم يدافعوا عليه من أي خطر كيهددوا. فغادي تبدأ هاد الخبر هذه كتضيع بين التلاميذ والجنود اللي غادي يبداو كيتوافدوا على هاد الكتيبة هذه واحدا تلو الآخر باش يحميوا الملك ويدافعوا عليه من أي خطر، وهادشي تحت قيادة السرجان كنوش محوش. فباعتباره هو أول من عثر على الملك والحاشية ديالو، فغادي يبقى مع الملك طوال هاد المحاولة الانقلابية هذه، وغادي يكون عنده دور كبير في الدفاع عليه وإنقاذ حياته من الموت، وكان عنده الدور أيضا في تغيير مسار هذه العملية هذه، وغادي يكون هو السبب في تغيير الجنود من السير تحت خطى المذبوح وأحبابه للسير تحت خطى القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك الحسن الثاني. فهاد اللحظة هذه بدات لا الجنرال المذبوح ولا الكولونيل محمد عبابو ما وصلوش أبدا للملك، وفاش كانوا كيبحثوا عليه غادي يتصادفوا مع بعضهم البعض في أحد دهاليز القصر. هنا غادي يصيح عبابو في وجه المذبوح، وخا هو جنرال وقائد ديالو فما غاديش يستعمل كلمات مون جنرال، وغادي يقول ليه والمذبوح ياك مازال لك غدير لي كيف ما درتي مع الناس ديال مراكش، وغادي تبيع لي العجل وتنقلب عليا. المذبوح بدوره غادي يجاوب ويقول ليه راه الملك اللي كنفتشوا عليه طاير دابا في السماء ومتجه للميريكان. هنا الصبر ديال عبابو غادي يكون نفد تماما، وغادي يوجه سلاحه وجهة المذبوح ويقول ليه رصاصة وحدة كانت كافية أنها تخترق الصدر ديال الجنرال المذبوح ويسقط جثة هامدة. كنوش غادي يوصل الخبر للملك بأن عبابو قتل الجنرال المذبوح، وأنه متجه الآن نحو مقر وزارة الداخلية باش يحتلها ويحتل أيضا القيادة العليا للجيش، وكذلك يحتل مقر الإذاعة والتلفزة باش يتحكم في الرأي العام كيف ما بغى، في اعتقاده أن الملك بالفعل هرب ومشى الميريكان وأنه ما بقاش عنده أثر في قصر الصخيرات. كانت الخطة دياله هي أنه ينظم لجنة عسكرية ويحكم البلاد عبر المجلس الثوري ويسقط الملكية من المغرب تماما كيف ما دار العقيد القدافي مع الملك الليبي السنوسي، لكن الخطة ما غاديش تكمل والانقلاب غادي يفشل تماما. وخا على شوية كان ممكن يكون انقلاب ناجح، والسبب الأول لفشل هذا الانقلاب هذا كيقول كنوش كيرجع للملك الحسن الثاني اللي ومن بعد ما تمكن من أنه يضم مجموعة كبيرة ديال الجنود لصفه غادي يحمل سلاح شخصيا ويتحول لقائد استراتيجي عسكري، وغادي يبدأ يعطيهم في الخطط والاستراتيجيات ويقول لهم شنو لازم يديروا، وغادي يطلب من كنوش محوش والفرقة اللي معاه أنهم يبقوا مع الملك ويوفروا له الحماية اللازمة، وغادي يعطيهم الأمر بأنهم يطيروا في أي واحد جاي قصدهم وبغي يهجم عليهم، وكيقول أن الملك الحسن الثاني ومن بعد ما أعطاه الخطط اللي غادي يمشيوا عليها غادي يعنقوا عناق كبير وهو متأثر ودموعه واقفة له في عينيه وكأنه كيشكروا على الإنقاذ ديالو له. أما المهمة ديال ملاحقة عذابه فغادي يكلف بها الملك الحسن الثاني الجنرال البوهالي اللي وفاش غادي يلحق عليه امام مركز القياده العامه للجيش غادي يتم تبادل ناري قوي بين القوات المسلحه الملكيه بقياده الجنرال البوهالي وبين عبابو والجنود اللي تبعوه، واللي فيها غادي يموت كل من الجنرال البوهالي والكولونيل عبابو. كما يقال ان عبابو وخجت فيها رصاصه ما ماتش، لذلك غادي يطلب ويأمر ضابط صف كيعرفوا اللي هو عقا باش يقتلو ويصفيها ليه على الفور، وخا الاخير رفض، لكن مع الالحاح ديال عبابو غادي ينفذ الاخير الامر وغادي يموت الكولونيل عبابو. وبهالطريقه هذه غتنجو البلاد من وحده من اكبر واخطر المحاولات الانقلابيه في التاريخ ديال المغرب، واللي السبب الرئيسي في الفشل ديالها النباهة والفطنة والذكاء ديال الملك الحسن الثاني، إضافة لكنوش محوش اللي قدم الحماية التامة للملك وكان هو السبب في الإنقاذ دياله. من بعد أيام على الإنقلاب غادي يطلب الملك رؤية السرجان كنوش، وفي لقاء مطول بيناتهم دام لساعات وساعات غادي يطلب منه أنه يعود ليه القصة كاملة وبالتفصيل. ومن بعد ما عرف الملك الحقيقة من السرجان كنوش محوش غادي يعطي الأمر بإعفاء جميع تلاميذ الأبرياء المشاركين في هذه المحاولة الإنقلابية واللي ما كانوش عارفينها من الأساس وكانوا غير مقدمين، أما الضباط وضباط صف وكاع التلاميذ والجنود اللي تبعوا عبابو المركز الإذاعة والتلفزة وما بقاوش في القصر مع البقية لحماية الملك غادي يتعرضوا أمام المحكمة وهي اللي غادي تقرر المصير ديالهم. فمنهم اللي غادي تسجن في أخطر السجون بالمغرب في حال سجن تاسمان بارت
ومنهم اللي غادي يتنفذ فيه حكم الإعدام. وغادي يستمر السرجان كنوش محوش في العمل العسكري ديالو، بل وغادي يحصل على مجموعة ديال التقيات حتى غادي يوصل لرتبة كولونيل في الدرك الملكي. حتى لهنا أصدقائي كنوصلوا للنهاية ديال هاد الحلقة هذه. طبعا ما تنسوش أنكم تشاركوا معي الآراء والتعليق ديالكم لتحت في مكان التعليق. أيضا إذا كانت عندكم شيء إضافة على الكولونيل كنوش محوش أو على محاولة انقلاب الصخيرات، فما تنسوش أنكم تكتبوها لي لتحت في التعليق. إذا عجبكم المحتوى ما تنسوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. وحتى لهنا كنقول لكم تهلاو فراسكم والسلام عليكم.